أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا البرنامج، لكن قبل هذا أن نقدم لكم هدية الجزيرة الرياضية. لأول مرة على قناة تلفزيونية تيري أوري يعلن بأنه سيشهر إسلامه قريبا جدا وعلى شاشة الجزيرة الرياضية. نترككم مع تيري أوري وإلى اللقاء غدا في نفس المكان في الساعة 9 بتوقيت إسبانيا، 11 بتوقيت مكة المكرمة، فكونوا في الموعد. إلى اللقاء. Oui. Il y a Philippe Christenval, donc est musulman, Nicolas Nathan, Philippe, musulman, Nicolas, musulman, Abidal est musulman, Abidal est musulman, et Didier Domi, c'était mes amis très proches. Et comment expliquer ça à un moment donné? De la religion musulmane, الدين الإسلامي, pour moi l'une des religions, si je devais être pratiquant, مميز وعلينا أن نطبقه في حياتنا اليومية، وهذا ما أشعر به شخصيا. De mon cœur.